ليبيا الحبيبة أينما كنتم. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة هذا المؤتمر الصحفي كان يجب أن يقام من فترة، لأن باقي الدول وباقي المنظمات قامت بتحديد هذه المعايير حتى تتماشى مع الوضع الوبائي لهذا المرض. لما نقول معايير الشفاء نقصد بها أمتى الشخص يقدر يطلع من مكان العزل، سواء عزل منزلي أو عزل إيوائي طبي تبع الدولة، ومعاش فيه خطر منه عليه مخالطين. فلما نحكوا على معايير الشفاء كأننا نقولوا الشخص هذا طلع من مكان العزل ومعاش فيه خطر بمخالطته لناس ثانيين وإصابتهم بهذا المرض. حنحاول نوضح الكلام هذا بطريقة سهلة جدا إن شاء الله، بناء على معلومات علمية دقيقة. حتستغربوا تقولوا كيف غيرتوا أرقام الشفاء من 2000 حوالي 2500 لأمس ولا اليوم، وبتحطوها توا نقولوا 10,000 أو 12,000. مش تلاعب بالأرقام، وإنما هو عبارة عن تغيير معايير الشفاء. قبل كنا نستعمله في المسحة اللي مسحتين يطلعوا سلبيات، تو نستعمله في معايير جديدة. فبقدرة الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى حنتكلم عن المواضيع هذه بطريقة بسيطة علمية جدا، بحيث توصل للمواطنين سهلة الفهم. بعدين نفتحوا باب النقاش للإخوة الحاضرين الصحفيين باش يستوضحوا بعض الأمور. الله يبارك، الصحفيين عادة يعني يتكلموا بألسنة الناس بألسنة الشارع، وعندهم أسئلة بسيطة ممكن احنا ما تخطرش علينا، نجاوبوها بقدرة الله بحيث أن الفكرة توضح. فاليوم زي ما قلنا حنحكي على تحديد معايير الشفاء للحالات المصابة بالكورونا. زي ما أنتم عارفين لحد الآن في العالم أكثر من 28 مليون حالة إصابة، أكثر من 28 مليون حالة إصابة، عدد الوفيات يناهز المليون نسمة. حالات الشفاء منهم 20 مليون، فالنسبة نسبة حالات الشفاء في العالم 71%، تقريبا 72% تقريبيا. في ليبيا نستغربوا لما نقولوا نسبة الشفاء 11%، فرق كبير جدا بين 71% في العالم إلى 11% في ليبيا، يعني المتوسط العالمي 71، احنا 11، الفرق 60%. فبعض الناس حتى يتبادل لذهنهم أن الليبيين ما يعرفوش كيف يعالجوا مرضاهم، وهل بحالات تموت غير ما يقولوا الناس عليها. الكلام هذا مش صحيح، الكلام هذا حنوضحوه بقدرة الله، وحتفهموه ليش النسبة بتاعت الشفاء بسيطة، وفي نهاية اللقاء إن شاء الله حنبينوها أن نسبة أعلى من هيك بكتير بدلائل علمية. هذه بعض نسب الشفاء في العالم. اللي يهمني منها في ليبيا زي ما قلنا 11%، في دولة ممكن المجر كانت نسبة الشفاء 34%، في دول 71% 90%، وفي دول أقل مننا. باهي نسب متفاوتة طبعا تعتمد على المعايير اللي تأخذها كل دولة. معايير الشفاء للحالات المصابة بالكورونا. معايير الشفاء تشمل المصابين بفيروس الكورونا، وهم من في الأساس مجموعتين. مجموعة الأولى أغلب حالات الكورونا في ليبيا وفي العالم كله، والنسبة الأكبر اللي هي 80% حالات يعني بسيطة جدا، عندهم أعراض بسيطة وعندهم أعراض. فأغلب حالات الكورونا في ليبيا وفي باقي الدول عندهم أعراض بسيطة أو ما عندهمش أعراض بتاتا. النسبة الأصغر المصابون الذين لديهم أعراض تستدعي دخولهم في أماكن العزل، وهذا تقريبا يمثلوا حوالي 20% أو أقل. معايير الشفاء للحالات المصابة بالكورونا، الآلية المتبعة إلى الآن إلى هذه اللحظة هي الآلية المتبعة إلى الآن لإعلان حالات الشفاء وإخراجها من العزل المنزلي أو الإيواء الطبي، هي إجراء مسحتين سالبتين باختبار البي سي آر. وهذا الإجراء لم يكن من السهل تطبيقه لأسباب عدة. مسحة البي سي آر اللي كنا نديره فيها تدير مسحتين كلهم يطلعوا سالبات باش نقول أنت تعافيت من المرض الشفيت، ما قدرناش نطبقوها لأسباب عدة. السبب الأول عدم وجود منظومة خاصة بتوثيق حالات الإصابة وحالات الشفاء في نفس الوقت. السبب الثاني عدم القدرة على التواصل مع الحالات، يعني للأسف في حالات كثيرة شفيت وعندنا أرقامهم في الرصد والتقصي، وحاولوا جماعة يتواصلوا معهم لكن ما يردوش أو مسكر رقمه أو حتى لم يرد ما يعطيكش خبر اليقين. فهذا السبب الثاني. السبب الثالث
عدم قدرة المختبرات على العمل التحاليل التحاليل الكبيرة الهائلة من التحاليل. احنا مثلا وصلنا اليوم لعدد التحاليل اللي درناهم كتشخيص 20 اكثر من 20 الف حالة. لو مثلا بنديروا مسحتين لكل 20 الف حالة معناها نبوا 40 الف مشغل باش نتأكدوا ان الاشخاص هادو شو فيهم، وهذا صعب جدا، المعمل ما يقدرش يتحمل العبء هذا. كل هذا بالإضافة إلى صدور تعليمات جديدة من منظمة الصحة العالمية ومن مركز الأمراض ومن غيرها من الجهات تبين أن معايير الشفاء المفروض تتغير في كل دول العالم حيث تكون أسهل وألطف وأقل يعني وأكثر اقتصاد أو أكثر يعني مصداقية منها فيما مضى، وبالذات من ناحية التكاليف ومن ناحية العبء اللي يصير على المختبرات. فاحنا قمنا بتحديث معايير الشفاء للحالات المصابة بالكورونا بحيث أن اعتمدنا أساسا على جهتين رئيسيات. التوصية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية شن تقول تسجل الحالة على أنها تماثلت للشفاء بناء أو إذا توفرت فيها الشروط التالية: أولا المرضى ذوي الأعراض اللي بسيطة أو متوسطة، واحد عنده أعراض بسيطة أو متوسطة شن يشترط فيه باش نقوله هذا تماثل للشفاء ويقدر يطلع من كان العزل المنزلي أو العزل الطبي. هو الشرط الرئيسي مرور 10 أيام من بداية ظهور الأعراض بالإضافة إلى 3 أيام إضافية على الأقل بدون أعراض. يعني الشخص عنده 10 أيام من بداية الأعراض نزيدوه 3 أيام ما عندهاش حرارة وعنده تحسن في باقي الأعراض، تحسن في السعال في الكحة تحسن في الدهشة تحسن في الألم والفشل، بعد 13 يوم نقولوا أن الشخص هدايا تماثل للشفاء. الحالات التي ليس لديها أي أعراض نشترطوا في تماثلها للشفاء ونقولوا هذه معاش معدية لغيرها لو خلطتها هي مرور 10 أيام من تحليل البي سي آر الإيجابي الأول. شخصنا اليوم نستنوه 10 أيام ما عندهاش أعراض بك ونقولوا أنت تماثلت للشفاء وتقدر ترجع لأسرتك مش لازم تحجر روحك ثاني. يستثنى من ذلك الحالات الحرجة التي يجب الاعتماد على إجراء اختبار البي سي آر بحيث تكون النتيجة سلبية لإعلان شفائها. الحالات اللي تم إيواءها في أماكن العناية الفائقة هذو ما للأسف نستعملوا لهم مسحة البي سي آر زي ما كنا نديره قبل لأنها موضوعهم معقد شوية والفيروس ممكن يعيش مدة أطول في مجاريهم التنفسية. على سبيل المثال إذا ظهرت الأعراض على المريض لمدة 2 أيام فقط فيمكن اعتبار المريض قد شفي من المرض 10 أيام زائد 3 أيام بعد 13 يوم. يعني بعد 13 يوم بداية الأعراض نعتبر الشخص شفي من المرض ويقدر يخالط أهله بدون مشاكل. بالنسبة للمريض الذي ظهرت عليه الأعراض واستمرت لمدة 14 يوم، هذا مثال ثاني، فيمكن اعتبار المريض قد شفي من المرض 14 يوم زائد 3 أيام بدون حرارة مع تحسن في باقي الأعراض أي بعد 17 يوم من تاريخ بداية ظهور الأعراض. هذا للتوضيح. انا متعصب يا زلمه ليش يا ابو صفوان الله اعلم مصفينها هني مصفينها في مكان ثاني ما نعرف. يوم تحرير ترونا احد الاشخاص وجدوه هي نفسها بالوضعيه بالضبط.
2012 بعد الهجوم اللي صار في الدولة بعد الهجوم صار اللي بآخر وحدة طلعوا منها آخر قبر أنا واقع هذا نعيد هذا مدخول حي هو هذا قايم صبح أخر مش أخر في السجن بتاع الدعم المركزي لما عبوا الكنتر عبوا الكنتر 6 مسدس ولا كلاش المعلوم يعني يوم اللي مات حسني العدد الأحصائية كل اللي قد مسلمين 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 طول المدى إننا لا نحن الفداء ليبيا 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 لا أرادته الجماهير وبالتالي فإننا نعطيك فرصة لكي تصلح الأحوال وبإمكانك أن تصلح الأحوال لأن وراك شعب مناضل شعب فجر البنيان المرصوص وفجر بركان الغضب وهو مستعد للقتال ومستعد للتصدي في كل زمان ومكان هذه الوقفة الشجاعة التي تقفونها إن دلت على شيء فإنما تدل على جذوركم الأصيلة فجذوركم وطنية وجذوركم ليبيا وجذوركم أن يكون حكما ديمقراطيا في دولة مدنية آن الأوان أن نضع النقاط على الحروف وأن تكون القراءة حقيقية أما تعدين الأسلام أما تعدين الأسلام فإننا نرفضهم رفضا كاملا وإذا أردتم أن تقومون بتعدينهم فسنسحقهم في الشوارع لأننا نعرفهم جميعا كانوا مع الفاشية السوداء كانوا مع شعبنا الليبي العظيم هذا يوم تاريخي إلهي عظيم إنما نطالب في هذا اليوم ومن هذا المكان أولا أن طلب الاستفتاء على الدستور وأن يكون يوم 17 طبعا طلب الدستور على الدستور الذي تم إعداده من هيئة تأسيسية لصياغة الدستور وهي هيئة منتخبة من الشعب الليبي. ثانيا يحدد يوم 15 نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ثالثا نرفض رفضا قاطعا مخرجات معتبر القاهرة والمغرب وجنيف سويسرا. رابعا وهذا أمر مهم جدا نطالب نحن الشعب الليبي وكافة القيادات السياسية والقوى الوطنية يوم 15 مارس الانتخابات الرئاسية والتشريعية نطالب القوى الوطنية بأن يكون المجلس الرئاسي والمجلس على الدولة ومجلس النواب يمنعوا منعاً باتاً من إجراء أي انتخابات ودخولهم في انتخابات ومنع تشريعهم وذلك عن طريق المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومتابعتهم وكذلك نطالب أيضاً بمكافحة المتورطين في الفساد وكذلك أيضاً بالفساد اللي حدث لجرح الثوار حضور الكريم يجب محاكمة كل الحكومات السابقة ما حدث من فساد في هذا الشعب الليبي وأقول لكم حي أبطال رجال الغضب الفاتحين إنهم في ليبيا رمز النضال والجهاد حي أبطال ثوار فبراير الفاتحين إنهم في ليبيا رمز الحق يا شعبنا الكريم بعض من يتكلم عن المحاصصة هذا النظام فشل في ليبيا وتم إلغاءه سنة 1963 وبعمر الحاجة مهمة جدا لوحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 1949 لما كانت ليبيا أفقر بلاد في العالم خرج الشعب الليبي ضد مشروع بنسفورسا مشروع وصاية تحت ليبيا وطالب بالاستقلال ونحن نقول لمجلس الأمن والمجتمع الدولي نرفض مخرجات مؤتمر جنيف ونطالب بالدستور وانتخابات قبل نهاية السنة وبارك الله فيكم. الإعلاميين كانوا موجودين ويكتبوا وجودهم ويكتبوا أن حرية التعبير موجودة وأن النظام تغير وأن الوضع يجب أن يكون أفضل مما كان عليه. أما المراوغة والمراوغة واللعب هذا مفروض خلاص حتى في الإعلام. أنا أقولها بصراحة قنواتنا لم تخدم معنا قنواتنا كانت تصبرنا بالمئة يوم تاع السراج كانت
تعمل على تجفيف قضايانا في الكهرباء والماء. نحن ليس قضيتنا كهرباء وماء. احنا الان بدون كهرباء وبدون مية. ونعيش. قضيتنا الانتخابات والدستور اللي يقول دستور حقيقي. نابع من الشعب. وقضيتنا الانتخابات. مراحل انتقالية مراحل السرقة والخبة. الاجتماع الان على الدمج لتوحيد المؤسسات. ووضع المؤسسات التي في الشرق مع المؤسسات التي في الغرب هو خدعة وكذبة وعدم وجود أي رأي لمكافحة الفساد، لأن الفساد سيبقى. لماذا ستدمج هذه المؤسسات بين الشرع وبين اللص؟ كانت حتى الأمم المتحدة تضحك علينا تقول مؤسسات موازية. ما فيش في العالم مؤسسات موازية. في بريطانيا حكومة ظلم لا تحكم وليس لديها ميزانية. أما مؤسسات موازية يجيني بتاع مصرف ليبيا المركزي اللي في الشرق أهلكني وطبع فلوس في روسيا وضيع الاقتصاد ونجي نرجع من زمعاء ونقول ليبيا نتساوى أنا وياه ونحط موظفين من هنا وموظفين من هنا. هذا غلطة يضحك على الليبيين. هذا هو الفساد بعينه. عبد الله وليبيا وهذه 13/9/2020
Ah.